حديث، ولكل مقال ولكل مقام مقال، وليس كل ما يعرف يقال، وخذ من شيسة وعايدة ومدري يقولك على قد الحافك. انتشر أنا فجأة انتشر الفيديو، يعني كان بيني وبين ربعي تصوير موضوع بسيط وفجأة انتشر، وشفت الناس قاعد تدوره كانت، حتى لو تلاحظ الفيديو اللي انتشر ما في اسم هوني، لما أنا أحبك أنت راح تحبني صح، بس لما تكتشف إن الناس أنت ما تعرفهم ولا عمرك شفتهم ويجي يقول لك أنا أحبك في الله، أنا أحبك، أنا معجب فيك، ترى شيء أنا ما جربته، أنا عبالي قبل مش بحث عنها، هل راح تكون الجيكارة ولا الجميلة من اللي سألت عنهم؟ إيه يقول لك بالضبط شربة من كاسة، أنا قاعد أشربك من. هل هالموضوع هذا قاعد يفيدك بشكل كبير؟ وايد حلو. كم تأخذ؟ أنا أخذ لا أنا أقول إيش قالت؟ أنا أقول فوز الفهد قالت هي تعدل 2000 المفروض دمنا أنت قدمت استقالتك على 1000. قلت الأسبوعي؟ أنا قلت الشهري، أنا قلت الشهري. مقتدر هي تلمسك علينا مقتدر. لا أنا مثل ما كنت مقتدر فكريا. 32 سنة وغير مقتدر فكريا، أتوقع الموضوع فيه مشكلة. أو يمكن مو قادر يتحمل. زوجين شخص مدخوله 2000 دينار بالاسبوع. والله انا اسف، يعني تدري بالشهر 8000 دينار. قل اعوذ برب عليك بالف عافيه تبارك عيونه مو حامي. والله العظيم تبارك اي عجزت اقوله من قبل، راح اقول عن كل مره بحت فيها خطا، في كل مره قصدت فيها شيء ما وصل. انسان ما اعرف احب، لان كل شخص حبيته وثقت فيه كسر فيني عدل. سجل يا تاريخ اني اليوم اعترف، إنسان مكسور، إنسان ذبلت، تعبت، حاولت كثر ما أقدر أني أعدل وأرمم، واكتشفت نفسي قاعد أواجه صوتي اللي داخلي في كل ليلة يصرخ. كون صريح، قول اللي مريت فيه، قول اللي تعبت منه، قول إنها توقعته اللي نهائيا ما توقعته يوقف معاك وكان أول من صفق لك وأول من حزن لك، سواء في لحظة فخر أو لحظة حزن. قول قول لا تسكت، سجل يا مع نفسي، وعرفت بأن لازم توصل لك رسالة. سجل يا تاريخ أني ببلش جملتي بكلمة، لعلك كنت حاط في بالك أني بسيط، فأنا أصعب مما تتصور، والبساطة رسمتها لبساطة إحساسك وأسلوبك معاي، ولكني أخطر من، لأنك راح تتمنى حزتها لو أن هالشخص نايم للأبد. لعلمك حسنا حالياً. سو عايدة وما أدري يقولك على قد الحافك. أي شيء ممكن نخليه يسمع ضيري يبتسم. أي شيء. Thank you very much. على قد أبي شاحن يا الاثنين. شكرا عبد الله. طبعا في واحد غني عن التعريف متحلف داخل ما ايش بيصير، وايد متحلف. اول سؤال راح اسالك اياه، كم تاخذ عشان تنزل اعلان بالانستغرام والسناب شات؟ ما راح اقول. حسيت ان انا اقدر يعني اخذ البنت من بيتها معززه مكرمه، اصبح في معوقه وفي عقبات. انا بتليتي كانت وانت مشيت فيها المس نخليها كمل يعني متى ما حسيت نفسي ان انا قاعد ادش مسجات. لا تقول لا تقول شكلها السالفه حايشتك من قبل، سالفه ان احد يابك عين حرولك. لا لا مذكور بالقران يعني. طبعا مو كذي. انزين شنو انزين تكفى عيل، قول لي شنو نقطة الضعف يا عقوب؟ يعني شنو الشيء اللي الناس ما يعرفونه؟ احمد اشوفه قدواني يا سيدي. لا لا والله اكيد يعني شيء مميز. شنو الشيء اللي ما يعرفونه؟ يا هلا فيك. ترى يا جماعة أنا وايد مرتبك، لحظة يبي لنا سبريك زين، ترى أنا وايد مرتبك، مو أنا والله مو أنا. يعقوب أي مومنت أنت قاعد تصور؟ أنت قاعد تصور؟ خليك كذي يقول لي، يقولون صوتك حلو صدق. أوه تبي سكر كلش كلش كلش. طبعا اليوم وايد توهق، هالشيء هذا اللي تشوفونه وايد يخرع، مو سناب شات. اشكر اخوي يوسف المطيري هو اللي عد البرامج وعد الضيوف في مارينا فهم، مشكور بحضرتي بين الناس. طبعا يا جماعه في جنود مجهولين مارينا فهم اللي هو يوسف فاطمه من حاشه قاعد تحكي في التليفون، هذه اللي تسجل الارقام وتدق عليكم.